ابدأ الأول اللي هي مشتقات الدوال المثلثية. ده الدرس الأول عندنا في التفاضل. طيب إحنا خدنا قبل كده في تانية ثانوي يعني اشتقاق بس مش على كتير قوي يعني. تمام؟ أو فما تعرضناش لمشتقات الدوال المثلثية. فمشتقات الدوال المثلثية بقى بيكلمك على إيه؟ إن أنا لو عندي دالة مثلا صاد بتساوي، هفكرك الأول بس بالمشتقات العادية الأول. لما كنت اقول لك مثلا 2 س تكعيب داله عاديه كده عايز اشتقها، كنت بشتقها ازاي؟ قدامك حاجه من الاثنين، يا تقولي ص شرطه يا تقولي د ص على د س، يعني يا تقولي الرمز ده يا تقولي الرمز ده. خليكي في الرمز بتاع د ص على د س، د ص على د س. كنت بعمل ايه؟ كنت بضرب الاس ده في المعامل، يعني 3 في 2 ب 6، وانزل السين وانقص من الاس ده واحد. تاني يعني بعمل ثلاث خطوات، بضرب الاس في المعامل، ببتدي انزل السين، انقص من الاس ده واحد، فبقت 6 س تربيع وهكذا. طب نفرض كان جاي معاها مثلا هنا مثلا ايه 5 س تربيع، نفس القصه، بضرب الاس في المعامل، يعني 5 ب 2 ب 10، بنزل السين وبنقص الاس واحد، بقت س اس واحد. تمام؟ طيب افرضي جاي لك عدد مثلا زي ايه ناقص 3 س. لو عدد فيه س كده بنشيل الس بتاعته خالص، يعني يبقى سالب 3. لو في س بس اللي هي س اس 1، س معلهاش اس يعني، يبقى سالب 3. طيب افرضي في عدد بقى مثلا 4 ما فيهوش س اصلا، ده بيبقى مشتقاته بصفر فبيتشال خالص، بيتشال خالص. بصي يا همس، مفيش داعي ان انت تكتبي وتضيعي وقت في الكتاب، انا كده كده بصور السبوره وببعتها لك على الايه؟ ببعتها لك على الجروب، ما تقلقيش يعني. يعني انت عايزك بس تركيزك كله في الايه؟ في الشغل بس. تمام؟ طيب. ماشي. طيب لو جينا بصينا على حاجه، معلش هو التليجرام ما فيهوش كاميرا اللي موجوده تحت في الواتساب كده؟ نعم التليجرام موجود فيه تحت كاميرا اللي هي بتاعت الواتساب، زي الواتساب كده فيه كاميرا من تحت كده، موجوده عند التليجرام ولا مش موجوده؟ معرفش والله، أنا مش بشتغل على التليجرام. طيب خلاص مش مشكله، مش مشكله، انا صورها لك حتى بالكاميرا العاديه وابعتها لك على التليجرام. طيب ده بالنسبه للاشتراك، الاربعه دي بصفر فما بنكتبش صفر. في مشكله كده يا امس ولا تمام؟ تمام طيب يعني انا لو قلت كده تمام اديك انت واحده كده وتبقى تحلها معايا. مثلا ارقام صغيره 5 س اس 3، ممكن نبدا ب 4 عادي، ناقص 2 س تكعيب زائد 3 س تربيع ناقص 5 س زائد 7 مثلا. نقدر نجيب المشتقه الاولى ازاي؟ د ص على د س ازاي؟ اقولها تاني ولا انت فاكرها قلت ايه؟ لا، هتبقى 20 سين ناقص 3. برافو عليكي، وهضرب ده في ده سالب 6. سالب 6 سين ناقص 2. تمام، هضرب ده في ده هيبقى كام؟ موجب 6 سين. سالب 5 س، بشيل السين خالص تبقى سالب 5 صح؟ السبعه هتبقى ايه؟ صفر، ما بيكتبش، مش هكتب زائد صفر يعني. تمام؟ طيب يعني بس هصورها لك. انا هصورها بقى ببعتها لك على اخر الحصه. طيب نرجع بقى لايه؟ ايه بقى مشتقات الدوال المثلثيه؟ مشتقات الدوال المثلثيه اللي هي الجا والجتا والظا والحاجات دي، دول لازم احفظهم. طيب لو قال لي مثلا صاد تساوي جا س، دي اول داله، اكتب لك بس العنوان عشان تبقى عارفه، مشتقات الدوال المثلثيه. لو قال لي مثلا صاد بتساوي جا س، الجا س مشتقتها ايه بقى؟ لو قلنا مشتقتها بدل ما اكتب كلمه المشتقه بكتب د ص على د س، مشتقة الجا بتبقى جتا، يبقى الجا س مشتقتها جتا س. طيب
الجتا سين، يعني لو قال لي صاد تساوي جتا سين مشتقتها ايه بقى؟ بتبقى مش جا سين بقى، لا سالب جا سين. معايا همسه ولا مش معايا؟ الو؟ ايوه حضرتك معايا؟ طيب يبقى دلوقتي الجا سين مشتقتها جتا سين، طب الجتا سين مشتقتها سالب جا سين. طيب الظا سين، خد بالك من الكلام بقى، مشتقتها بتبقى ايه؟ قا تربيع سين. تاني يبقى مشتقه الجا جتا، الجتا سالب جا، خد بالك الجا جتا مفيش سالب خالص، الجتا سالب جا. طب الظا مشتقتها ايه؟ قا تربيع، الظا قا تربيع. طب في حاجات تانيه؟ اه في حاجات تانيه، خد بالك الجا اصلا مقلوبها قتا. يعني ايه مقلوبها قتا؟ يعني انا لو قلت ايه؟ ص بتساوي قتا، خليها قا س بقى، تمام؟ خدي بالك القا س هي عامه القا مقلوب الجتا. بص مقلوبه يعني ايه؟ يعني لو جتا س دي اجابتها مثلا 2 على 3 مثلا، جتا س دي اجابتها 2 على 3، تلاقي القا س اجابتها 3 على 2، فيقول لك مقلوبها او معكوسه الدرجه، تمام؟ طيب خدي بالك بقى، انا ما يهمنيش بقى مقلوبه ولا مش مقلوبه، انا يهمني هي مشتقتها ايه. خدي بالك بقى القا مشتقتها يقول لك د ص على د س، ركزي بقى في الحته اللي جايه، يقول لك قا ظ. يعني ايه قا ظ؟ ق س ظ س، يبقى مشتقه القا بايه يا همس؟ ق س ظ س. طيب مشتقه القتا بقى، القتا ص بتساوي قتا س، خد بالك ان دي جا جت، دي ق قت. طيب الجا لو لاحظتي اجابتها ما كانتش فيها سالب، المشتقه بتاعتها مفيش سالب، الجتا عشان فيها ت مشتقتها فيها سالب، يعني دي حاجات تساعدك في الحفظ. انا المفروض اقول لك احفظي واسيبك تحفظي، بس انا بحاول اديكي هنت صغير او معلومات تساعدك في ان انت ايه في الحفظ يعني. يبقى الجتا الجا مشتقتها جتا، الجتا مشتقتها سالب جا. طيب خد بالك القا مشتقتها قا برضه بس جنبها ظا س. طب القتا واضح جدا القا بقازا، تمام؟ يبقى القتا القتا زطا. انت معايا يا هانس ولا مش معايا؟ ايوه مع حضرتك. خلي بالك بقى لو ملاحظه اللي فيه ت اجابته بيطلع فيها سالب، فدي برضه فيها سالب، يعني تلاحظ الجا كانت اجابتها جات مش سالب جات، الجاتا كانت اجابتها سالب جا. طيب القا برضو مشتقتها قا س ظ س، القتا مشتقتها سالب عشان فيها ت، سالب قتا س ظ س. طيب يتفضل لنا مين؟ يتفضل لنا اللي هي الظطا، مش دي ظا؟ هتلاقي الصاد بتساوي ظطا س. طب ما احنا قلنا زي ما يكون الت دي بتطلع علينا سالب في الاجابه، خد بالك الظا س كان مشتقتها ايه؟ ظا بقت ق تربيع، طب بناء عليها تبقى الظطا ايه بقى مشتقتها؟ تعرفي تستنتجيها لي كده؟ سالب قاس ها تبقى ايه بقى؟ تفتكري هتبقى ايه؟ سالب قوسين ق، يبقى الظبط هتبقى ايه؟ سالب قوسين تربيع. برافو عليك، لان ظ ق. انا بحاول اقول لك حاجات تقرب لك الحفظ، بس لما بدات تكتبهم لك كلك احفظه، لكن انا بحاول اقول للطالب حاجه تساعده بس في الحفظ عشان حاجات بتلخبط. وخدي بالك لو ان شاء الله دخلتي هندسه ده كده اقول لك ايه، زي 1 زائد 1 يساوي 2، يعني ده كده معاكي المعلومات دي زي ايه؟ اساسيات، زي ما تكون جدول الضرب مثلا، جدول الطرح بالنسبه لكليه هندسه. انت معايا؟ او لو دخلت كليه فيها علوم قسم رياضه، مش عارف تربيع قسم رياضه، الكلام ده كله. يبقى قتا تربيع س. ده دي اساسيات زمان حافظ جدول الضرب كده،
لازم اكون حافظ الحاجات دي، لان بعد كده هيبقى في حاجه اسمها التكامل. التكامل هيبقى عكس التفاضل، يعني الجتا، بس عشان ما لخبطكيش، هيبقى الجتا تكاملها جاء، يعني هيدونا دي ويقولوا لنا هات دي، ادونا دي ويقولوا لنا هات دي. معايا؟ بس التكامل ده لسه هناخده قدام ان شاء الله. فانا لما احفظ دول من دلوقتي هم هيساعدوني كمان في ايه؟ في علم التكامل. عندنا التفاضل وتكامل. تمام؟ يبقى احنا كده تمام كده، الجا مشتقتها جا، الجاتا مشتقتها سالب جا، الظا مشتقتها قا تربيع. حلو. طيب تيجي على القا، القا عباره عن قا ظا. طب القتا، قتا ظا، بس ساكنين فيها ت، مشتقتها فيها سالب. الظا زي ما دي كانت الظا قا تربيع، الظا قتا تربيع فيها سالب عشان فيها ت. معايا كده يا ملك، يا همس، سوري، معايا كده؟ ايوه تمام يا حضرتك، فانت هتحس ان في ثلاثه ايوه مضروبه يا حضرتك، وثلاثه سالبين. يا واحده بس هصورها لك، انت طبعا تعتبر من اهم الايه؟ من اهم القواعد. تمام؟ يعني دي ان شاء الله الصفحه دي بقى ايه؟ تحفريها في دماغك، يعني دي معاكي مدى الحياه. طول ما انت بتدرسي رياضه، دخلتي هندسه، دخلتي اي كليه بتدرس رياضه، فدول كده دي اساسيات. طيب لو جينا قلنا ايه بقى يا ستي؟ ما تقلقيش، انا بعد الحصه هبعت لك الصور دي، انا بس اتمنى على الواتساب، الواتساب فيه كاميرا من تحت فبصور ابعت مباشره، لكن التليجرام اول مره اتعامل معاه بصراحه، فما اعرفش فيه كاميرا ولا لا، اسال بعد كده يعني، لو ما لقيتش كاميرا هصور انا كده وابعت لك يعني ان شاء الله بعد الحصه. هيجي لي بقى السؤال ازاي؟ خد بالك. طب هل هي هتجي لي مباشره؟ يعني يجي يقول لي مثلا اوجد ضرس، ضرس، هو طبعا الامتحانات كلها زي ما انت عارف دلوقتي معظمها بتبقى عليك اكمل اسئله موضوعيه يعني. فهو ممكن يجي يقول لي مثلا اذا كان ص بتساوي جا س فان د ص على د س يساوي نقط جا س، يبقى مشتقتها جتا س. هل السؤال هيجي لي ببساطه كده؟ قال لك لا. امال السؤال هيجي لنا ازاي؟ لازم بقى يحط لي فيها شويه حاجات كده. اذا كان ص مش هيقول لي جا س، هيقول لي جا 3 س مثلا. هو مبدئيا اللي جنب الجا ده يا همس هو الزاويه، يعني احنا طول حياتنا بنقول مثلا جا 60 درجه، جا 30، جا 90. الجنب الجا ده كان زاويه، كان 60 درجه، 60 دي كانت مش 60 عاديه، دي كانت 60 درجه ودي كانت 30 درجه، فعشان كده السين دي كانت المفروض يكتب عليها درجه كده، بس ما حدش بيكتب عليها درجه بقى. تمام؟ فهو المفروض ان السين دي كانت زاويه، كانت زاويه. فانا لما اجي اشتقها ركز بقى في الحته اللي جايه، ما ينفعش اغير في الزاويه. يعني ايه ما ينفعش اغير في الزاويه؟ يعني الزاويه بتاعتي هنا كام؟ 3 س. اقوم انا ايه مشتقتها ايه؟ تقول لك بقى مشتقة جتا 3 س تبقى جتا، أنا عارف إن الجا مشتقتها جتا، يبقى مشتقتها جتا 3 س. بس في حتة زيادة، معقولة دي هتبقى زي دي كده مباشرة؟ قال لك لا. بنرجع نشتق الزاوية نفسها. أنا الزاوية عندي اسمها إيه يا همس؟ الزاوية اللي هي جنب الجا اسمها إيه؟ ها؟ ثلاثة. ثلاثة سين طيب 3 س دي لو جالك بالعادي كده وبقول لك اشتقيها، بتطلع مشتقتها ايه؟ ثلاثة 3. الله ينور عليك، يعني دي كده مشتقتها 3. قال لك فهنرجع نشتق الزاويه اللي هي 3 س، مشتقتها 3 وهم حاططها هنا قبل. يبقى اذا مشتقه الجا 3 س بايه؟ ب 3 جتا 3 س. ففي ناس كتير بيتخيل يقول لك ايه؟ في ناس بقى كتير يقول لك ايه؟ الثلاثه دي انا هطلعها بره، تقوم دي تبقى جتا س وشال بقى الثلاثه اللي هنا. لا، دي زاويه، ما ينفعش اللعبه مع الزاويه، الزاويه لازم تفضل لاخر المساله 3 س زي ما هي. اللي انت طلعتها دي او اللي انت كتبتها دي مش ان انت طلعت الثلاثه بره، لا، ده انت اشتقيت الزاويه، انت اشتقيت الايه؟ الزاويه. يعني لو خدنا مثال كمان اهو رقم 3، قال لي اذا كان مثلا ص بتساوي، خلي بالك بقى جا، وهجيبها لك اكبر شويه، 2 س تكعيب
زائد 5 س تربيع زائد 7 س. بص بقى الكلام ده كله ناقص 2، فإن د ص على د س تساوي ايه؟ خلي بالك بقى، أنا مبدئيا مشتقة الجاب ايه؟ جاتا. جاتا. حلو، جاتا. ركزي بقى في الحته اللي جايه، هبعد شويه كده، وكل دي الزاويه بتاعتها، القوس ده كله الزاويه بتاعتها هيتكتب زي ما هو، زي الباقي شكلها زي ما هي بدون اي تغيير. ايه ده؟ يعني ده ما فيهوش اي تغيير؟ لا، زي ما هو الزاويه لا تتغير، الجايه اللي بقت جاتا الزاويه زي ما هي، كل ده كده عباره عن زاويه ينزل زي ما هو. امال ايه اللي هيبقى جديد بقى؟ ان انا هرجع اشتق الزاويه دي واحطها قبلها، هرجع اشتق الكلام ده واحطه قبلها، وكمنه كلام كتير كذا حاجه زي بعض كده، فمش هتبقى زي دي بقى. يعني انا اشتقيت 3 س كانت ب 3، ما كانش في داعي احط ال3 في قوس، يعني ده هي 3 وخلاص. لكن هنا انا هضطر افتح قوس بقى. تفتح قوس ليه؟ اصل هيطلع كذا حاجه. ليه؟ اما اجي اشتق الكلام ده، دي مشتقتها ايه؟ 2 س تكعيب مشتقتها ايه؟ 6 س تربيع. 6 س تربيع. برافو عليك. دي مشتقتها ايه؟ 10 س. برافو. دي مشتقتها ايه؟ 7. ودي مشتقتها 0. يبقى بص المشتقه طلعت عامله ازاي؟ الغلطه بقى اللي الناس كلها بتقع فيها، يقول لك ايه؟ يقوم كاتب الجاي، يقوم كاتبها جات السين، ويكتب دي برضه، يقوم ياخد نص المساله صح، دي صح. لكن اللي انت عامله هنا غلط، تقول لي جات سين، هي الزاويه بتاعتك كان اسمها سين، ده الزاويه كانت الليله دي كلها. طب ناخد واحده تانيه بس على الجات. انت اللي هتجاوبها لي بقى، اذا كان ص تساوي جتا 5 س، فان د ص على د س تساوي ناقص. تقدر تقولها لي؟ تبقى 5 سالب جا 5 س. خدي بالك بقى من الحاجه اللي قالت دي، مهمه قوي يا هندسه. في ناس كتير مالك لك ايه؟ المستر قال لنا ان الجتا سالب جا، والمستر قال لنا الزاويه لا تتغير، هي 5 س، الزاويه اللي هي جنب الجتا هي 5 س. بس المستر قال لنا ارجعوا اشتقوا ال 5 س ب 5، قوم اعمل كده. غلط. غلط. لان الخمسه دي بتتضرب في كلمه سالب جا س. فالسالب دي كاني فيها سالب واحد، فكاني بضرب 5 في سالب واحد في سالب 5، فالمفروض الاجابه تبقى كده. سالب 5 جا 5 س. طب احنا عشان ما نوجعش دماغنا في الحوار ده كله، كل ما عليا ان اعمل حاجه، انا عارف ان الجتا مشتقتها سالب جا، بصي هكتب سالب وابعد شويه كده واكتب جا 5 س، مش هعملهم ملزوقين في بعض، سالب جا 5 س ملزوقه في بعضها، لا سالب وابعد شويه كده. ليه بقى؟ لان هرجع اشتق ال 5 س، 5 س مشتقتها 5، اقوم حاططها يعني. سهله يا همس ولا صعبه؟ لا تمام. حلو قوي. طيب ناخد واحده على القا. طب اصعب شويه في الزاويه بتاعت الجتا كده، اذا كان ص بتساوي جتا 2 س زائد 3. طبعا مجرد ما عمل لك زائد حاجه كده لازم يحطها في قوس كده، لان لو ما حطهاش في قوس هيتفهم ان الزاويه بتاعت الجتا هي ال 2 س بس. خلي بالك، لو ما حطهاش في قوس هيتفهم ان الزاويه بتاعت الجتا هي ال 2 س بس، يعني دي مساله ودي مساله، هدي مساله عليها بعدها، يعني هجيبها هي هي، بس هقول لك اذا كان، وهنشوف ايه الفرق، ص تساوي جتا، خدي بالك 2 س زائد 3، في فرق بينهم؟ في فرق شاسع بينهم. فان هقول ص شرطه بقى المره دي، ص شرطه اللي هي ده ص عدد س. عايز اشتق الاولى دي، وهنا برضه اقول لك فان ص، فان ده ص على ده س. ها تقدري تشتقي لي الاولى دي اللي هي رقم 5؟ تبقى سالب 2 جا 2 س زائد 3. ما تستعجليش، قولي لي هنعمل ايه زي ما انا قلت. هكتب سالب وابعد شويه اكتب جا، صح كده؟ سالب وهنشتق اللي هي طب استنيني بس، الرقم اللي جنب جتا استنيني دقيقه، اتنين. انا استنيني دقيقه يا همسه،
الزاوية بتاعتك اسمها ايه؟ جتا الزاوية يعني اللي جنب هي جتا، اتنين سين زي تلاتة، تنزل زي الباشا زي ما هي كده اتنين سين زي قبل تلاتة. الحسن، مفيش معاها اي لعب، تنزل زي ما هي كده بالظبط. ارجع بقى وماسك دي اشتقها، هي دي لو انا اشتقتها تطلع لي ايه؟ دي الزاوية. اتنين اتنين، الله ينور عليك، بسم الله ما شاء الله عليك، هتطلع لي اتنين لان دي هتبقى بصفر والصفر ملوش لازم. اقوم حاطط الاتنين فين هنا؟ يبقى بص يا، بص يا همس، امشي زي ما انا بقول عشان التفاضل بيلخبط شويه في الاشتقاق، ان انا السالب والجا ابعد بينهم واكتب الزاويه قبل ما انسى، ما احاولش اجيبها مره واحده كده، ما احاولش اجيبها مره واحده كده اطلع، يعني انا عايز اعمل دي. طب ايه الفرق بين دي ودي؟ تقدر تقولي لي ايه الفرق؟ عادي قولي حتى لو غلط مفيش دعوه، عادي يعني اول مره تاخدي الدرس يعني مش مشكله. احنا لو اشتقيناها هننزل الزاويه زي ما هي قبل الجا، لا صح؟ انا عايز اسال فيه سؤال هتبقى جوهري سالب. قوي. طب هساله انا، هو كده الزاويه بتاعت الجدل اسمها ايه؟ الزاويه يعني اللي جنب جت؟ اتنين سين زي التلاتة. لا، اتنين سين بس، اتنين سين بس، هو حاط لك دي في قوس، هو حاط لك اتنين سين زي تلاته في قوس، يا همس لا ما حطهاش في قوس، يبقى الجتا داخل على لا الاتنين سين بس، هي. يعني الزاويه بتاعت الجتا هي الاتنين سين بس. طب امال ايه يا سيدي التلاته دي؟ التلاته دي مساله تانيه خالص، مسألة تانية خالص، فأنا عايزك تتكلمي على إن إيه؟ على إنك هتشتقي دي. كأن المسألة جالك كده جتا 2 س. هي دي مشتقتها إيه جتا 2 س؟ تقدر تقولي لي؟ هتبقى سالب أيوه. ج اتنين س، وهتبقى جنب السالب اتنين، سالب اتنين ج. 2، الله ينور عليك. إحنا كده خلصنا المسألة دي. امال ايه يا سيدي التلاته دي؟ دي مساله تانيه. اه كان واحد جايب لي جديد ويقول لك هي التلاته دي مشتقتها ايه؟ تلاته كده جاي لك مشتقه التلاته ايه كده؟ صفر صفر يعني، مش يعني المفروض اكتب ان هو زائد صفر، بس احنا مش هنكتب زائد صفر. صفر يعني، هي المساله خلصت على كده. شفتي بقى دي اجابتها طلعت مختلفه تماما عن دي زي وصفر. يبقى مين اللي متحكم في الموضوع؟ الزاويه اللي جنب الجتا او جنب الجا اللي جايه بعدها، يا ترى جايه في قوس ولا جايه كده من غير اقواس؟ تفرق. انت معايا يا همس ولا مش معايا؟ ايوه مع حضرتك. ماشي، يا واحده بس هصورها وناخد بقى على القول الخطه والكلام ده، ماشي؟ وبعدين هديك انت مسائل تعمليها بنفسك دلوقتي، ونلاقي ايه نعملها زي تشيك مع بعض، نحلها تاني مع بعض ونشوف انت صح ولا غلط. تمام. لو جينا بصينا على ايه يا ستي؟ جه عمل لي كده. انا طبعا مديلك على صيغه الاسئله اللي هي الموضوعيه اللي هي زي اللي بتيجي في امتحان بقى، الدبل شيت والحاجات دي. طبعا هو بيجيب اختيارات بقى، يعني انا مش بكتب اختيارات. هو بيجيب اختيارات، وطبعا هم مختارين الاجابه، طالما انا عارف الاجابه هي اجابه اختيارات اجابه اكمل انا ان شاء الله هحلها. طيب تعالى نشوف رقم 7 كده. قال لي اذا كان ص تساوي ق، خلي بالك من الكلام، ق 2 س تربيع زائد 5 س زائد 4، فان د ص على د س تساوي مقام. طبعا احنا الق، انا عشان بس انت لسه ما حفظتهمش، الق مشتقتها ايه؟ ق ظ فين؟ الق مشتقتها ايه؟ هديك واحد على الظا الاول بس مش ما خدناش على الظا، نبقى نخش على الق. الظا مشتقتها ايه؟ ظ تبقى ق بس تربيع، يبقى الظا مشتقتها ايه؟ ق تربيع. معايا يا همس؟ يا مرحبا. حلوة. يبقى أنا الظا دي مشتقتها
قوة تربيع، بس طبعا انا مش هكتبها لازقه في اليساوي كده، ابعد سيكا صغننه كده ليه؟ لاني لسه هكتب هنا مشتقه الزاويه. بس قبل ما انسى، الزاويه كل الليله دي طالما محطوطه في وسط تتنقل زي الباشا عشان ما انساهاش، ونرجع بقى نبقى نرجع لها، يا ترى الزاويه دي مشتقتها ايه؟ طبعا هي جايه كذا حد اهو، ثلاث حدود، مش معقول اكتبها يعني كده مره واحده، يعني لا قوس بس عشان الم ايه؟ الم الاجابه. اكتب جوه قوس الصغار ده ايه؟ 4 س زائد 5. برافو عليك. ايه رايك في الكلام ده؟ كلام جميل. تعالي بقى القوه هي اللي ايه؟ مشكله شويه. مشكله شويه ازاي؟ اكملناها بس حاجتين يعني، بس اذا كان ص تساوي، هنقول حاجه بسيطه كده مع ان منظرها بسيطه، ق 3 س. خد بالك برضو يعني عايز اركز على حاجه يا همس، عارفه لو كان شارد القوسين دول كان هتبقى الظا جايه على مين؟ على الاثنين س تربيع بس، فكنت هتتعاملي مع دي تشتقيها لوحدها، والخمسه س تبقى مشتقتها خمسه، والاربعه مشتقتها صفر. انت معايا ولا مش معايا؟ ايوه حضرتك. يبقى القوس ده قال لي ان كل دي الزاويه، كل دي الزاويه، يعني لما تنقلها كده تنقلها كلها هنا، لكن لو كان جايب من غير قوس كان هيبقى اللي هيتنقل جنب القا تربيع مين؟ 2 س تربيع بس. انت معلش معايا؟ ايوه حضرتك. حلو قوي. اذا كان ص بتساوي قا 3 س، فان د ص على د س تساوي، طيب ثانية واحدة، أنا عارف إن القا مشتقتها قا ظا، بس خد بالك بقى، وأقوم كاتب قا كده وأبعد شوية أكتب ظا كده. طب ليه بتبعد شوية؟ لأن مفيش حاجة اسمها قا لوحدها، مفيش حاجة اسمها جا لوحدها. أنا عايزك تتخيلي إن إيه؟ إن كلمة قا، كلمة جا، الكلام ده زي مثلا، زي ما نقول إيه؟ إيد مثلا أو دراع مثلا. يعني انا ينفع اقول دراع كده بس؟ لازم تقول لي دراع عاطف ولا دراع ايمن ولا ده. فلازم تقول حاجه، يعني ما ينفعش تقول لي قا وتسكت. ايه قا بقى؟ قا ايه؟ لازم تقول لي الزاويه بتاعتها. الزاويه مش اسمها 3 س؟ يبقى قا 3 س، والظا دي ما ينفعش تقول ظا لوحدها، ظا 3 س، القا مشتقتها بقا 3 س، ظا 3 س، وكتبنا الزاويه زي ما هي، الزاويه لا تتغير. بس لازم ارجع بعد ما اكتب المشتقه اشوف مشتقه الزاويه، الزاويه دي مشتقتها ايه؟ ها؟ ثلاثه. اقوم كاتبها هنا، اكتبها قبل دي واكتبها قبل دي، لا هما بيعتبروا دي على بعضها كده حته واحده، خاصه بدي على بعضها. انت معايا يا سي همس؟ ايوه تمام. يعني لما اجي اشتق الزاويه اشتقها مره واحده بس، مش تقولي اشتقينا بثلاثه، اشتقينا بثلاثه يبقى ثلاثه في ثلاثه بتسعه، لا هي مره واحده، هي مره واحده. طيب نشوف كده حاجه زي القتل، اذا كان ص بتساوي، بس هكبرها لك شويه، قتا 3 س تربيع زائد 5 س، فان د ص على د س تساوي، وحط الإجابة على ورقتها بقى. بس هفكرك القطة دي، بس القطة أصلا زي ما القا بقا ظا، يبقى القطة إيه؟ كأنك هتحطي نقطتين، تقدر تقولي القطة هتبقى إيه؟ دي قاف على فكرة يا ملك، يا إيه سالب. سالب. برافو برافو جدا، كنت حاسس إنك هتنسي السالب بس ما شاء الله عليك. وما انساش بقى القا بقازو، تبقى القطع ليه؟ قطع وزطة قطع وزطة، قطعتين. يعني انا ممكن اما احفظ ثلاثه منهم اعرف احفظ الثلاثه التانيين، فاهم انا اقصد ايه؟ بس الناس يقول لك احفظ السته دول ازاي، بتلخبط. لا احفظ ثلاثه وهات منهم الثلاثه التانيين، انت مش حافظ قا بقازو، يبقى قطع يا سيدي، يبقى ايه؟ قطع زطة. بس قبل ما انسى، قطة زطة مش ملزومين في بعض كده، دي بعض عن بعض. ليه بقى؟ لأن القطة دي هتكتب جنبها الزاوية زي ما هي، الزطة دي هتكتب جنبها الزاوية زي ما هي. شايف السالب أنا حطيتها فين؟ دايما لما يكون في سالب
زي بتاعت سالب جاي، خليت السالب بعيد شويه. زاويه الاتجاه زي ما هي بالظبط بدون اي تغيير. بس نرجع هنا الحته دي هنحط فيها ايه بقى؟ 6 س زائد 5. الله ينور عليك، ما ينفعش اكتب كده بقى. لو كتبت 6 س زائد 5 يتحسب كان ال 6 س السالب دي تبع ال 6 س بس. لا هي تبع ال 6 س زائد 5. فدايما لما الاقي الزاويه بتاعتي فيها حدين او فيها ثلاثه انا لازم احطها بين قوسين. احطها بين قوسين. تمام؟ طيب صور دي برضو يا همس، وهكتب لك كذا مساله انت هتحاولي فيهم بنفسك، هسيب لك حتى فيهم 10 دقائق تحاولي، وهرجع انا ايه هحلهم تاني، بس انا هبعت لك الصور عشان من خلال الصور تقدري انت ايه؟ تقدري يكون قدامك المشتقات، جدول المشتقات. ماشي؟ واحدة هعمل لك بس تمرين كده. بجد حاجات سهلة وأحل مسائل تانية يا سي همس، ولا تاخدي مسائل تحاولي تحلها بنفسك بقى؟ لا يا سهلة. سهلة مفيش حاجة. طالما أنا فهمت الفكرة أشتق وأنزل زاويتي زي ما هي، بس أرجع أشتق الزاوية وأحطها قبلها. في ناس بقى واخد على الحتة دي يقول لك نطلع التلاتة بره. طب ولما تيجي إن شاء الله الزاوية فيها بقى إيه؟ الشغل ده كله وزي حاجات زائد بعضها ده لسه الزاويه دي ايه هتضخم بعد كده، هيجي لي فيها جذور وهيجي لي فيها ايه حاجه على سين، هيجي لي فيها تلاعب. انا لو انا فاهم ان انا بطلع الرقم بره ابقى غلطان، بطلع الرقم بره دي. طب ما طب افرض بقى جاي لي فيها بقى جاي لي الزاويه بتاعتي 2 على سين، جا 2 على سين، جاي لي الزاويه جا جذر سين زائد 3، دي لسه هناخد الحاجات دي، بس الاول نفهم الاول الايه العاديه دي الاول. طيب فاقول لك هنا اهو واحد على مشتقات، انا الف لك انا مسائل من دماغي على اساس ايه زي المسائل اللي فاتت دي بحيث مرتبطه بنفس الفكره. طيب انت عندك اي كتاب خارجي ولا حاجه يا همس؟ ولا لا والله لسه ما جبتهاش. طب ما تقلقيش، انا كده كده هلف لك مسائل من دماغي عامه خلاص، فما تقلقيش من الحته دي على ما تجيبي يعني. اوكي لو قلنا مثلا ايه 8 مشتقات الدوال المثلثيه، ولو لقيت عندي المعاصر بالعربي طبعا عندي كل الكتب بالانجلش، بس ان شاء الله اشوف الكتاب المعاصر بالعربي عندي ممكن اصور لك وابعت لك. تمام؟ ما فيش انا مسائل كده عادي خلاص. طيب وانت لو عرفتي تجيبي من على النت مثلا يعني عرفتي او مش مشكله مش عارف ممكن ما يكونش لازم. طيب ال ساعات بعض المواقع كده بتنزل يعني زي لازم زي حاجات زي كده بتاعت مدرسين كلام زي كده، فممكن حاجه زي كده تنزليها برضو تحل منها يعني عادي ما فيهاش حاجه. طيب حاجه بص بقى دلوقتي ناخد مثلا، طبعا انا بقى يعني بدل ما اكتب لك فان ده صاد عزيز في كل واحده هقول لك بس ايه يوجد د ص على د س في او لكل مما ياتي مما ياتي رقم واحد ص يساوي ج 4 س، اثنين ص يساوي ق 3 س زائد 5 رقم ثلاثة طب يساوي. طبعا معاكي كراسه وبتحلي فيها يا همس. ايوه خلاص اوكي انا كده كده هرجع احلهم تاني وانت هتشوف انا صح ولا غلط، ما تقلقيش من الحته دي يعني ما يهمنيش حليتي غلط حليتي صح ما يهمنيش ان شاء الله. ايه لسه هنرجع برجع انا اعمل لهم كوريكشن او تصحيح تاني معاكي بحيث ان ايه تشوفي انت صح ايه وغلط. هتعمد ان تكتب كل الاشكال القاء جا والقاء والظا والكتا، ناخد ظا بقى ظا مثلا 7 س ناقص 3 رقم 5 ص بتساوي احنا كده خدنا الجا والكتا والظا والقاء، ناخد واحده قتا كده قتا 5 اديك واحده كده ايه
معرفش بقى دي ايه، فيها فكره صغيره كده معرفش انت هتعرف تجيبها ولا لا. بص دي كده طبعا خمسه، انا مش هحرقها بقى، دي حاولوا فيها. يبقى كده خدنا ايه، ق ك ظ، خدنا ق ت ق ج ظ ق ق ت، فاضل حاجه كده ظاطه. ظاطه من س تربيع زائد ثلاثة س زائد خمسة. أنا عمال أجيب لك الزوايا كلها إيه يعني، فيها شغل عشان إيه أحس إن الموضوع. يا برضه أصور انا هبعت لك الحاجات دي كلها دلوقتي يا همس على الجروب دلوقتي، يعني هعمل لها دلوقتي ايه، اخدهم كلهم كده اهم بما فيهم الجدول اللي هو بتاع كلهم دلوقتي كده وسين ده، وصلوك بقى هم كلهم. معلش لسه بيحمله، هتلاقي فيهم صفحة فيها الـ القوانين، صفحة فيها القوانين تمام، وصفحة فيها المسائل اللي انا كاتبها دي. انت لما وصلوكي بقى هتقولي انت حلاهم، عشان انا بس ايه هغير في شكل ده عشان يبقى واجب، يعني هغير ايه مش عارف انت فاهماني ولا مش فاهماني. بص بص يا همس، تمام. انت هتجيبي الكراسة دلوقتي، مفيش داعي تنقلي، هم عندك على الجروب، عايزه تنقليهم من اليوم تمام، هم عندك دلوقتي مبعوتين لك على الجروب، شفتيهم قدامك. هتلاقي عندك تمرين واحد على مشتقات اللي هو المسائل اللي انا كاتبها دي. وصلتك ايوه تمام. وصلتك يا همس ولا لسه؟ الو وصلت. وصل. ايوه طيب وصلت. اتفضلي يا ماشي اتفضلي، هديلك فيهم بقى ايه ان شاء الله يعني زي 10 دقائق كده تحليهم فيهم، هنرجع احنا نصححهم مع بعض، بس ما تسالنيش ولا سؤال كاني مش معاكي في الحقيقه، انا هقفل المايك ما تسالنيش ولا سؤال، انا عايزك تحلي طلعوا غلط طلعوا صح. ليه بقى؟ بص بقى، في اي ماده مش في الماث بس مش في الرياضه بس، لما انا بحل لو حليت صح والمستر من غير ما اساله ولا سؤال والمستر جه قال لي انت صح اتاكدت المعلومه، حليت غلط وما سالتش المستر في ولا سؤال حصرت مخي فيها، والمستر جه قال لي الصح بتاعها برضه هتلزق في دماغي ومش هتطلع من دماغي، يبقى انا كده في كلتا الحالتين مستفيد. انت معايا همسه ولا مش معايا؟ ايوه مع حضرتك. فانا اهز هتحليهم ان شاء الله بدون ولا سؤال، وانا متاكد باذن الله انت هتحليهم صح، بس انا بتكلم تحليهم بدون ولا سؤال، عندك القواعد مبعوثه هي على الجروب، القواعد مبعوثه على الجروب، هتحلي بدون ولا سؤال، انا هغير بس في الايه في الاسئله عشان ايه لما ناخد عليها واجب يبقى نفس الاسئله واجب، بس هغير بس في حاجات. اوكي تمام. اتفضلي بقى اتفضلي حلي بقى، تسيب لك 10 دقايق كده في اليوم بدون ولا سؤال، اتفضلي حتى لو سالت مش هرد عليك. ها ماشي، لو لان انا هرجع احلهم تاني ما تقلقيش، فانت هتعرفي تغلط في ايه وصح في ايه. اتفضلي انت بسم الله ما شاء الله، ده الاول تمرين اتنين عشان ما انساش، ده اللي هيبقى الواجب بتاعنا، بس انا بتكلم ان التمرين واحد اللي انت حليتيه بنفسك دلوقتي هنعمل له ايه تصحيح مع بعض دلوقتي، بس انا بقول لك انت ما شاء الله مستواك كويس جدا، فده باذن الله يبقى هندسه ان شاء الله، بس عايزك تهتم بقى بالمواد التانيه ان شاء الله، الرياضه انسيها باذن الله، ان شاء الله هتقفليها باذنك يا رب هتقفليها، انت ما شاء الله ممتازه، الجدعاني بقى في الفيزياء وفي المواد التانيه، لان معظم الناس بيهتموا بالرياضه بيطنش المواد التانية، فده اللي بيقلل مجموعه، فانت عايزك تركزي برضه على كل المواد. بص بقى ده انا كده صورته برضه بعته لك على الجروب. انا لقيت في التليجرام كاميرا عادي زي الواتساب وبيصور عادي، فصورت لك بقى وبعت يعني مني، بس اول مره اتعامل معاه فما كنتش فاهمه قوي يعني. بص يا ستي هعمل لهم انا بقى تاني تصحيح وانت تشوفي اللي صح، هم كانوا كام؟ كانوا 6 مسائل، هعتبر لك المساله من 10،
اللي عاملاها صح ادي نفسك 10 من 10، اللي عاملاها غلط ادي نفسك 8 من 10. ماشي؟ طيب بص، نبدا بقى، نبدا ان شاء الله. وخدي بالك كل حصه انا بعمل ايه برضو يا امس عشان عارفه نظامي، بعمل الاول اختبار صور كده بدايه الحصه. عشان ايه؟ مش الاختبار مش الهدف منه ان انا ايه يعني تبقي بقى اقول عليك ايه شاطره ولا مش، لا انا الهدف من الاختبار اصلا الرئيسي ان انت تفضلي تراجع باستمرار. ليه؟ لان المنهج بتاعنا سهل بس طويل، فاحنا لما نوصل للدرس العاشر هنكون نسينا، او الدرس الخامس هنكون نسينا الاول. لا احنا لما نفضل مراجعه دوريه والاختبار كل مره بيسالنا في كل القديم، انت معايا؟ باذن الله على ما نوصل بعد ما نخلص المنهج هتحسي كانك كنت على ما خلصتي المنهج ان انت خلصتيه ورجعتي اصلا. يعني هتحسي واحنا بناخد مراجعه ان شاء الله لاول مره كانك بتراجعي لتاني مره، او مش تاني مره بقى، لعاشر مره. لان انا سي مثلا المره الجايه دي مثلا ان شاء الله بديكي اختبار على الدرس الاول. طب خدنا الدرس الاول والتاني، هتلاقي المره اللي بعدها بديك اختبار حتى لو مساله واحده، يعني مش شرط اختبار يكون كبير جدا. هتلاقي اختبار مثلا على الدرس الاول مع التاني. انت معايا يا همزه؟ فهتحس ان انت بتراجعي مراجعه دوليه. ايوه فباذن الله مش هتنسي. هبتدي ايه اعمل لهم انا بقى، هحل تاني وانت من خلال حلي اللي عاملاها صح دي نفسك 10 من 10. اول مساله كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول لي ص بتساوي جا 4 س. انا هحلها وانت تشوفي لو غلطانه في حاجه واساليني. يبقى ده ص على ده س. الجا مشتقتها جت الكتا، وانقل الزاويه قبل ما انساها. ارجع بقى الزاويه بتاعتي اسمها ايه؟ 4 س، مشتقتها ايه؟ 4. انت عملتيها كده ولا فيها غلطه؟ ايوه تمام عملتها. تمام. ادي لنفسك 10 على 10 جنبها كده، مش في الاخر هنجمع الدرجه. طيب رقم 2 ص بتساوي، حتى لو غلطانه فيها مش مشكله، ما تقلقيش يعني. بعد كده الحاجات دي بالنسبه لك هتبقى لعب عيال يعني، كتر شغلها هتحس انها تافهه جدا. طيب الص بتساوي ق 3 س زائد 5، كويس. يبقى د ص على د س. انا عارف ان ق وق ظ، ق وابعد شويه كده واكتب الظ. طب ليه يا سيدي بتبعد شويه؟ عشان الزاويه دي لا احترامها، لازم تتكتب هنا وتتكتب هنا زي ما هي بالظبط. بالظبط. نرجع بقى نتفاهم معاها، نتفاهم معاها ازاي؟ انت يا ستي لازم ناخد المشتقه الاولى لها. 3 س مشتقتها 3، 5 دي مشتقتها 0، يعني ملوش لازمه. يبقى في الاخر بقت 3. انت اديني ال 3 هنا. طلعت معاك كده يا همس ولا فيها غلطه؟ ايوه تمام كده. تمام. تبقى جنبها 10 على 10. مش كده؟ رقم 3 بيقول لي ص بتساوي جتا 2 س تكعيب. طبعا في افكار تانية يا همس بس مختلفة عن الافكار دي، فمش هنقولها المرة دي عشان ما يخشش كله في بعض. في افكار بقى لو جاية فيها جذور، لو جاية فيها مش عارف ايه، دي هتبقى اقوى شوية. هناخدها ستيب باي ستيب كده، خطوه بخطوه، عشان ايه؟ ما يخشش كده. لان خدي بالك لو الاشتقاق ده اللي هو التفاضل اتفهم كويس، هيبقى التكامل اللي هو الجزء الثاني من المنهج لعبتك. لان هو بس الكلام بيتعكس، هديكي دي وترجعها لي دي. انت معلش معايا؟ ايوه التكامل ده يبقى علامه عامه كده، هقوم اديكي دي تكامل قبل دي كده وانت ترجعها لي دي. هنعرف ازاي يعني؟ بس انا بتكلم ان انا فاهم اشتقاق كويس اللي هو احنا فيه دلوقتي ده، بالنسبه لي هيبقى ان شاء الله التكامل كويس جدا. طيب جاتا، والعكس صحيح، لو انا واقع في ده هقع في التاني. طيب تعالي بقى نشوف دلوقتي ص بتساوي جاتا 2 س تكعيب زائد 4 س زائد 6. انا هحلها ونشوف كده. اولا مبدئيا الجتا دي بسالب جا، بس انا لازم اعمل سالب كده وابعد شويه كده، لان من الواضح الزاويه كبيره، فلما اشتقها هيبقى في هنا قوس. قبل ما انسى، قبل ما انسى انقل زاويتي الاول، لان كل الناس
ينسى موضوع الزاويه ده، او بيرجع يشتق الزاويه تاني، يعني يشتقها هنا ويرجع يشتقها هنا، فبيبوظ الدنيا. عشان كده انا بقول دايما ايه لاولادنا، كتبت السالب وكتبت الجائر، ايه اللي الزاويه دي زي ما الاول قبل ما تنساها، وبعدين ارجع يا سيدي تفهم معاه، ارجع تفهم معاه، احنا عايزين نعمل لك اشتقاق، خلاص نعمل لك 3 في 2 ب 6، سين تربيع 4 سين هتبقى 4، طب والسته دي بصفر، طب بس ما ينفعش اسيبها كده، لان كده الناس هتفتكر ان السالب على السته سين تربيع، طلعت معاكي كده يا همزه؟ ايوه كده كده. 10 من 10، جامده خلاص، عشان انت هتوري الدرجات دي لبابا، ها وماما وكده، عشان ما يجي يقولوا لك انت ما بتذاكريش وبتلعبي، قولوا لهم امال جايبه الحاجات دي ازاي؟ انت معايا؟ اه امال ايه ده بقى؟ وممكن بقى انت تاخدي منهم فلوس على الاساس دوت وحاجات كده، فاهماني؟ لا يعني ما تاخديش فلوس، هو كفايه ان انت تفرحيهم، يعني ده دي بالدنيا، يعني دول هم بيتعبوا عشاننا، فهم لما بيشوفوا ابنهم يعني جاب درجات وحلو كده، دي بالدنيا والله، يعني اقل مكافاه نقدمها له للاب والام بصراحه. طيب نيجي نبص هنا عندنا، ويا سلام بقى لو جبت مجموعه هندسه، بص تلاقي بقى ايه، تلاقي ليك برستيج معين في العيله، وتلاقيه في الشارع بتاعك ومنطقتك والدنيا كلها معايا. طيب ان شاء الله باذنك يا رب. لو جينا بصينا بقى على ايه، على نمبر 4، رقم 4، رقم 4 بيقول لي ايه، ص بتساوي ظ 7 س ناقص 3، ظ 7 س ناقص 3. اذا حد من زمايلك برضو مات يا همس، وحب ياخد برضو يكلم الاكاديميه وياخد برضو، ما فيش مشكله، يعني انا الاثنين الرياضه بالعربي والماث، اوكي تمام. طيب ماشي. طب لو وبرضو لو حد من زمايلك امريكان سات الكلام زي كده، عادي تتواصل مع الاكاديميه، اكيد سمعت عن امريكان طبعا، والاي جي والحاجات دي السات والكلام ده، طيب اللي هي الدبلومه الامريكيه. طيب لو جينا بصينا على ايه يا ستي، ثانية واحدة بقى، انت بتقول لي ص بتساوي ظ 7 س، ده ص على د س، أهم حاجة في الاشتقاق ده الواحد ما يستعجلش، الظ ق تربيع، بس قبل ما انسى المستر قال لنا قبل ما تنسى الزاوية تحترم وتتنقل زي ما هي، عشان هي هتشوف الزحمة بعد كده، المسألة مش بتجيلي كده بس، ده هيجي معاها كذا حاجة، فلو أنا نسيت دي، أو أنا جيت مثلا إيه، في ناس كتير بيقول لك ايه؟ هو المصري قال لنا ايه؟ الظاقة تربيع، ويبتدي بقى يشتق دي 7 س ب 7، مين كاتب هنا 7؟ يبقى ضايع نفسه. لا هنا دي الزاويه ملهاش دعوه بحاجه، ملهاش ذنب في حاجه، بتنزل زي ما هي. المشتقه بقى طلعت بعد كده 7، هي ملهاش ذنب. معايا يا همس؟ ايوه حضرتك. طلعت كده معاكي؟ ايوه بجد؟ والله. انا عارف، انا متاكد، انا قلت لك من الاول، انا بيبقى ليا نظره في اللي قدام. بسم الله ما شاء الله عليك، يبقى 10 من 10. طيب تعالى نبص على دي، رقم 5 بيقول لي ص بتساوي ايه، دي بقى اللي حاسس ان انت غلطت فيها، بس مش هحرجك بقى خليها لي مفاجاه، 5 ناقص 3 س تربيع. في ناس كتير اصلا هو بيشوف المنظر ده يقول لك ايه، 5 ناقص 3 2، لا يا عم 5 ناقص 3 2 دي، هو ده عنده س تربيع، لو دي 5 س تربيع كان 5 س تربيع ناقص 6 س تربيع ب 2 س تربيع، لكن 5 ناقص 3 2 انت بتهزر، لا ده حد لوحده وده حد لوحده، ودي على بعضها زاويه، لا احترام. يبقى ده ص على د س، اول سؤال نساله نفسنا، هي القطه مشتقتها ايه؟ القطه دي عشان فيها ت، في سالب عشان ما ننساش، بس كده في الزحمه السالب دي هتتنسي، دي عندها ت، في سالب مبدئي. طب القتا، اذا كان القا كانت بقا زائد، يبقى القتا القتا زط، صح ولا لا؟ القتا القتا زط، حلو قوي. طيب بص بقى دلوقتي الزاويه بتاعتنا قبل ما انساها، تنزل باحترام عادي جدا هنا وهنا، مفيش ذنب في حاجه دي،
بعد كده نيجي نشتق. لما اجي اشتق ده حد وده حد، يعني ده مسألة وده مسألة، الخمسة مشتقتها صفر، وده مشتقته ايه؟ 2 في سالب 3 في سالب 6 س، والاس هيقل 1. طبعا الصفر ملوش لازمة والاس 1 ملوش لازمة، يبقى اتفضلت المشتقة ايه؟ خلي بالك بقى من الكلام اللي جاي، سالب 6 س. بس ده انا اصلا عندي سالب بتاعت القطر، يعني المشتقة طلعت لي سالب 6 س على عيني وراسي، بس ده اصلا القطة لا اصلا سالب بتطلع في مشتقتها. طب ما سالب في سالب بموجب يلغوا بعض، يبقى دي بقت 6 س موجب ما بيتكتبش، قطة 5 ناقص 3 س تربيع، قطة 5 ناقص 3 س تربيع. سهلة ولا صعبة يا همزة؟ سهلة وأنا طلعتها كده الصراحة. طلعتيها كده بجد؟ طب انا السالب دي بأمانة شلتيها ولا حطيتيها؟ لا شلتها. يعني انت كتبتيها 6 س من غير سالب؟ أيوة هندسه على طول مش كده؟ طيب ماشي كده ان شاء الله هندسه. طيب هنا دي بقى 10 على 10 خلاص؟ طيب تعالى على رقم 6. انا ليه بشرحهم تاني يا همس؟ ما انا ممكن ابص على حلك وخلاص، بس ليه؟ اذ ربما انا معلومه زياده عايز اقولها لك. تمام؟ اذ ربما انت حليتيها بحل، في مسائل بعد كده بتتحل بكذا طريقه، انت حليتيها بحل وانا حليتها بحل اسهل، فانت ممكن تبقى ايه يعجبك الحل الاسهل ده تمشي عليه فيما بعد. لقيتي حلك انت لا عجبني عن حل المستر، خلاص امشي بحلك. ما هو انا الفكره ان انا احل المساله، تحلها بطريقتك بطريقه مستر عاطف بطريقه اي حل، مش مشكله، المهم مساله تتحل. افرضي انت حليتها بطريقه وانا حليتها بطريقه، وانت لقيتي طريقتك اسهل من طريقتي، خلاص امشي بطريقتك. انت فاهماني يا همزه؟ تمام؟ ايوه دي مستر رياضي، مساله لها كذا حل وانا من حقي امشي باي حل. طيب تعالى، المهم ان الحل يطلع لي الاجابه سليمه. رقم 6 قال لي ص تساوي ص 2 س تربيع زائد 3 س زائد 5. قبل ما انسى يا همسه، الواجب ان شاء الله هتحليه وتقولي لقطاه صوره كده وبعتها لي على الجروب التليجرام، يعني ما تبعتوليش على الخاص ولا حاجه، يعني بعتيه هنا على طول على الجروب، عشان لو كل طالب قاعد بعت لي على الخاص هتوه في كل الطلب، ده بتاع مين وده بتاع مين، فانت هتحليه وتبعتيه لي هنا على الايه؟ على جروب التليجرام هنا عادي. تمام. المره الجايه برضو هنعمل له ايه؟ اعاده تصحيح زي ما انت شايفه كده، حلو تاني، ونشوف مثلا تغلط في ايه؟ ايه اللي اتفهم؟ ايه اللي ما اتفهمش؟ معايا؟ مع اختبار زي ما اتفقنا كل حصه وكده. معايا؟ ايوه حضرتك طيب معايا. ماشي طيب. نيجي عايزين نشتغل دي، وانا مع ان انا متاكد ان شاء الله انت بعد الحصه هتخلصيه في فيمتو ثانيه وتبعتيه، فتبعتيه على الجروب هنا يا بتاعنا يا همس، ما تبعتوش على الخاص. اوكي طيب، تمام. عشان لو كل واحد بعت لي على الخاص مش هتوه ده بتاع مين وده بتاع مين، فبقى فاهم ان ده الجروب ده الهوم ورك بتاع همس على طول. تعالى بقى، تعالى بقى دلوقتي. دي جايه لي ظبط. طيب الظا ايه ظروفها؟ هي الظا كانت بقا تربيع، قا تربيع على تربيع، يبقى الظا اولا مبدئيا فيها ت، ده انا احط سالب قبل ما انسى، علمها حتى ست الشرطه بتاعت ت زي الشيء السالب عشان ما انساش، السالب دي انزلها كده اوتوماتيك، وبعدين ايه يا سيدي؟ الظا يبقى انت بتقول لي قا تربيع، زاويتنا قبل ما انساها الزاويه الجميله دي نازله قبل ما انساها عشان ما تدوش في الزحمه، ونرجع بقى ايه نتصرف معاها، نتصرف معاها ازاي؟ انت مشتقتك ايه يا ستي؟ بضرب ده في ده 2 في 2 ب 4، وانزل السين وانقصها واحد، فتحت قوس ليه؟ اصل دول 3 حدود، وبعد ما اشتقهم هيطلعوا حاجتين، ما ينفعش اكتبهم من غير قوس. كويس، ال3 س مشتقتها ايه؟ 3، ال5 مشتقتها صفر ما بتكتبش، نقفل على طول. طلعت معاكي كده كده يا همس؟ أي تمام، 10 من 10، وهتكتبي لي ان هو بقى في اخر البتاع بقى بنفسك 60 60 ممتازه يا باشمهندس. انا اتعمدت اكتبها هنا عشان اما اصورها، عشان لو مثلا حد قال لك انت اديت لنفسك الدرجه وبتضحك علينا
اماني اللي هو المسطره اللي كاتبها اهو ومصوره و60 ل 60 ويا باشمهندسه وكل حاجه ماشي اوكي. اه ما ممكن حد يقول لك كده بتضحك علينا بقى وبتاع اشتغلينا. لا ما اشتغلتوش هو يا جدعان، المستر هو اللي بذات نفسيته مصورها اهو. استنى على بس كده اهم صوره فيهم كلهم دي عشان الدرجه. زي ما اتفقنا تمرين اتنين انا اللي كتبته لك ده امس، انا يعني هبعته لك تاني دلوقتي واقول لك ايه ان عليه يعني هقول لك عليه ان ده الواجب خلاص، مش هقول لك عليه ان هو الواجب، هتلاقيه تمرين اتنين تمام خلاص. طيب فهمتي يا همس؟ الحمد لله. ايوه تمام. طيب الحمد لله هذا من فضل ربك. طب فانت شوفي بقى هتعملي ايه وان شاء الله الاكاديميه هتبقى تبلغني باذن الله ماشي. عايزه تمام تسالي في اي حاجه قبل ما اقفل ولا تمام؟ شكرا. طيب الحمد لله الحمد لله. طيب السلام عليكم. تمام.